اول وصفة دي ما بيضتش بشرتك وشالتلك البقع والجلد الميت والتجاعيد من اول مرة. بتحداكي هترطب بشرتك وهتشلك السواد وهتشلك البقع الداكنة والجلد الميت وهتخلي بشرتك ترجع مراية وبتبرق. وصفة رهيبة، لو فاتتك هتندمي ندم عمرك. وصفة هترجع بشرتك زي المراية بدون سواد وبدون تجاعيد وبدون اي مشاكل للابد. بخير، معاكم مايا من قناه وصفات سحريه مع مايا. النهارده حبايبي جايبه لكم وصفه رهيبه بتشيل السواد العنيد من البشره، بتفتح وبتصلخ اي سواد. لو عندك مناسبه وعايزه بشرتك ترجع مرايه عليكي وعلى الطريقه الرهيبه دي، بتزيل السواد العنيد، بتزيل البقع العنيده، بتزيل الجلد الميت واثار الجروح واثار الحبوب، مجربه مني شخصيا. كمان احلى حاجه فيها انها بتحفز الكولاجين للبشره، فبالتالي بتشد كمان عندك الخطوط والتجاعيد وبترطب البشره جدا. قبل ما ابدا وصفتي، لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، لايك للفيديو فضلا وليس امرا. اول مكون معايا في الوصفه دي، وده يعني مكون من الحاجات الرهيبه لشد التجاعيد والتفتيح لون البشره وازاله السواد العنيد من البشره، وهو هتجيبيه من عند العطار، سعره رخيص ومتوفر عندنا كلنا، وهو الزنجبيل البودر. هتجيبي معلقة من الزنجبيل البودر وهتحطيها في البولة بتاعتك بالشكل ده. الزنجبيل من الحاجات الرهيبة لتفتيح لون البشرة وتحفيز الكولاجين. هنبدأ ان احنا نحط المكون ده، وده من الحاجات الرهيبة اللي بتفتح جدا وفي نفس الوقت بتدي شد للتجاعيد وشد للجلد المترهل، وهو لبان الدكر او الكندر. هتجيبيه من عند العطار، سعره رخيص بس نتائجه فعاله للبشره. هنبدا ناخد من لبان الدكر معلقه كبيره على معلقه من الزنجبيل البودر وهنحطهم مع بعض بالشكل ده. هتبداي حبيبه قلبي بعد كده تبداي ان انت تاخدي معلقتين بالشكل ده من الرز العادي جدا اللي احنا بنستخدمه، بس اهم حاجة تكوني غسلاه كويس قوي ومجففاه علشان بشرتك ما تتضرش، تبقى المكونات بتاعتك نظيفة ما فيهاش لا اتربة او اي حاجة. تغسليه وتجففيه وتشيليه عندك في برطمان وتستخدميه لبشرتك. بعد ما قلبنا لبان الدكر مع الرز ومع الزنجبيل، هنبدأ ننزل عليهم بمعلقة ونص من النشا او الكورن فلاور، وهنبدأ ان احنا نقلب مكوناتنا مع بعض بالشكل ده عشان يتجانسوا مع بعض تماما. بعد كده هتبدأي ان انت تاخدي المكونات بتاعتك دي وتحطيها في مطحنة الخلاط لحد ما تخليهم بودر خالص ويكونوا بودر، وممكن ان انت تستخدمي او تجيبي المكونات بتاعتك بودر وتستخدميها. هطحنهم حبايب قلبي وهرجع لكم تاني. بصوا حبايب قلبي، المكونات بتاعتي زي ما انتم شايفين بقت بودر خالص ومتعرفيش تفرقيهم عن بعض. بصوا بقى حبايبي، هنبدأ ان احنا نقسم البودر بتاعنا ده على قسمين. واول حاجة ان احنا هناخد معلقة كبيرة ونص من البودر بتاعنا ده، وهنبدأ ان احنا نركنه كده عشان هنعمل بيه طريقة مهمة قوي قوي. وباقي البودر بتاعي ده هنبدأ ان احنا فقط بس هننزل عليه بمعلقة من الحليب، معلقتين من الحليب السائل، وممكن تستخدمي حليب بودر عادي. وبعد كده هنبدأ ان احنا برضو ننزل عليه بفنجان واحد من الماء، وهنبدأ ندوب المكونات بتاعتي كويس او بالشكل ده. وممكن زي ما قلت لك لو عندك حليب بودر حطي حليب بودر، طب لو ما عنديش حليب خالص خلاص ما تحطيش، بس الحليب بيساعد على التفتيح اكتر والترطيب كمان.
بعد ما دوبنا المكونات بتاعتي كويس قوي في الميه، هنبدا ان احنا نرفعها على نار هاديه مع التقليب المستمر لحد ما القوام معايا يبدا ان هو يكون كريمي، بس كريمي سائل مش كريمي ماسك في بعضه. زي ما انتم شايفين حبايب قلبي، الكريم الرهيب بتاعي ده المناسب لجميع انواع البشره. البشره الحساسه تقدر تستخدمه بامان، البشره الدهنيه تستخدمه بامان، اي بشره تقدر تستخدم الكريم الرهيب ده. هتبداي تقلبيه كويس قوي لحد ما يبرد، عشان ما ينفعش تستخدميه وهو ساخن عشان ما بشرتك ما تتحرقش. بعد ما يبرد هتبدأي ان انت توزعيه على وجهك وعلى رقبتك وعلى تحت عينيكي وعلى كل الاماكن اللي فيها تجاعيد وفيها سواد. بعد ما هتسيبيه 20 دقيقة كاملة هتبدأي تغسلي بشرتك كويس جدا. بعد ما هنغسل بشرتنا هنبدأ ان احنا نعمل بقى الخطوة التانية دي، ودي هترطب هتنعم هتدي لمعة رهيبة للبشرة وهتشد كمان عندك التجاعيد. هتبدأي ان انت تاخدي الحركة دي هنعملها بعد استخدامنا للكريم مباشرة. هتبدأي تاخدي البودر بتاعك بالشكل ده، وهتبدأي ان انت تنزلي عليه بمعلقة كبيرة خالص من زيت الزيتون البكر. زيت الزيتون يكون نوعيته كويسة، وهنبدأ نقلب زيت الزيتون على البودر بتاعي بالشكل ده. بعد ما قلبنا زيت الزيتون بالشكل ده هنبدأ ان احنا ننزل عليه بمعلقة صغيرة خالص من زيت الورد. زيت الورد بيدي تفتيح، بيدي ترطيب، بيدي نعومة، بيدي ريحة حلوة جدا جدا، كمان بيعالج المسام المفتوحة. هنبدأ ان احنا نقلب كويس جدا بالشكل ده. بعد كده حبيبة قلبي هنبدأ ان احنا نجيب زيت الصبار، وممكن لو مش متوفر عندك زيت الصبار هتبدأي تستخدمي يا اما زيت اللوز يا اما زيت جوز الهند. هناخد بس معلقة. هنبدأ نقلب كويس قوي. زيت الصبار من الحاجات الرهيبة لشد التجاعيد وكمان تفتيح لون الجلد. بعد ما قلبناهم بالشكل ده هنبدأ ان احنا نسيبهم منقوعين لمدة، هقولك على حاجة، بلاش تنقعيهم عشان تنجزي في الوقت. هتبدأي بس تحطيهم في حمام مائي، حلة مية صغيرة تكون مليانة مية مغلية، ونحط جواها الطبق ده ونقعد نقلب شوية لحد ما المكونات بتاعتك تتجانس في حمام مائي. بعد كده بعد ما تبرد هتبدأي ان انت تصفيها وتاخدي الزيت بتاعها وتنقليه عندك في زجاجة فاضية زي كده، وتبدأي انك تدهنيه يوميا قبل النوم. ده تستمر عليه. الكريم ده تعمليه مرة واحدة في الأسبوع أو مرتين، إنما الزيت ده تستخدميه بشكل يومي ككورس كامل لمدة أسبوع واحد فقط. الزيت ده لو استخدمتيه لمدة أسبوع انسي أي خطوط وأي تجاعيد في بشرتك وأي سواد. هيخلي بشرتك دايما رطبة، دايما متنفسة، دايما ناعمة. يا رب أكون قدرت أفيدكم حبايب قلبي. ما تنسوش اللايك فضلا وليس أمرا. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة.